أهلا بكم جمهورنا الكريم من إعلاميين وإعلاميات، ويسعدنا أن نختتم فعاليات منتدى الإعلام العربي لهذا العام بجلسة نقاشية عنوانها كاريزما الشهرة بين الشاشة ومنصات التواصل الاجتماعي. واسمحوا لي أن أدعو إلى المسرح الزميل الإعلامي النجم نيشان. مرحبا. الجيل الورقي يلي بيمارس الصحافة المكتوبة انتقد جيل الراديو وقال هؤلاء لا يفقهون الكتابة وأصول اللغة وقواعد اللغة. جيل الراديو الإذاعة انتقدوا جيل التلفزيون وقالوا هؤلاء يرتكزون فقط على الصورة، على الإبهار البصري، على الإبهار المشهدي. أما نحن جيل التلفزيون فننقد جيل السوشيال ميديا ونقول هؤلاء فيما لو أصيب الواي فاي بسكتة قلبية بيموتوا، ما بيضل في حدا. قبل أسبوع إنستغرام واز داون، أصيب بوعكة، هؤلاء مصيرهم كان بالمجهول. حتى نناقش تأثير النجومية والشهرة بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، رحبوا معي بثلاث زميلات من العالم العربي. من لبنان الإعلامية رابعة الزيات، من مصر الإعلامية هبة الأباصيري، ومن الكويت الإعلامية نور عبد الله. بدي أذكر الحضور أنه في كتير ناس وجوه إعلاميين، مش رح دي أعمل دير الجلسة لوحدي، رح أطلب من حضراتكم كمان إذا في ميكروفون حتى بأي وقت انزلوا أطلب من الزملاء والزميلات أو الحضور يوجهوا سؤال. رابعة مساء الخير. اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي أي شخص بيقوم بحركات غبية، أي شخص خالي من المضمون والمحتوى ممكن يصير نجم، وإنتوا نجمات. شو الفرق بين نجم هون ونجم هون؟ نجم يعني مشهور، يعني مؤثر. النجم الحقيقي هو اللي عم بيقدم شيء مفيد للمتلقي. النجم ما بدي أقول اللي هو موجود على مواقع التواصل، لأنه في ناس موجودين على مواقع التواصل عم بيقدموا مادة مفيدة، معلومة، شيء إيجابي للتغيير، تأثير إيجابي. ولكن للأسف في شريحة كمان كتير كبيرة عم بتقدم شو ما كان. نعم. هيدي النجومية هي نجومية ظرفية آنية، لا ما بتقدم وما بتأخر، ما بتأخر، وهي تستبدل. يعني اليوم حدا متعلق بشخص مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي، متعلق بتيابه، بالميك اب، بشو بناكل شو بنشرب لوين بنروح، كل هالقصص المهمة بس منا أساسية. إذا إجا حدا تاني قدم له مادة أهم أو مختلفة يستبدل. نور عبد الله، من التجربة الكويتية نحن بنعرف إنه بالكويت في كثير ناس بيطلقوا على حالهم سوشيال ميديا انفلونسرز، صح؟ وأنت مشهورة معروفة، شو الفرق بينك وبين أولئك الفتيات يلي بيتباهوا وحقهم يقولوا نحن كمان مشهورات، نحن كمان عندنا مساحة، نحن كمان عندنا ناس متابعين ومعجبين، شو الفرق؟ بالنسبة لي فرص الحياة متعددة، وليش لا إذا كان لهم باب للشهرة من يعني باب معين يفيدهم ويفيد الآخرين مو غلط. إحنا عندنا يمكن يسموهم كمسمى الفاشينيستات أو الإنفلونسر مثل ما حضرتك قلت، فهذه هم بالنسبة لهم إفادة لهم البرودكت، يسوقون لماركتينج يعني. فبالنسبة حقي أنا كانت الشهرة الأساسية تخصص الإعلام وكل ما يصدر عن برامجي، يعني هي عادة اللي تتناقل لي في السوشيال ميديا، يعني مش الأمور الخصوصية. نعم. أو الخاصة. في فاشينيستاز بالصالة؟ إذا في كم فاشينيستا يرفعوا إيدهم؟ يستحوا الفاشينيستاز يرفعوا إيدهم؟ فاشينيستا حضرتك؟ فاشينيستا، شو اسمك؟ شو اسمك؟ عفوا؟ فاتي. فاتن. فاتن بعد شوي بعد شوي رح تجي لعندي، في بس وحدة فاشينيستا بالصالة؟ حضرتك شو اسمك؟ أريج. وفي استاذ زاهي وهبي عم بيقول عن حاله فاشينيستو. في غير فاشينيستاس؟ في اثنين بالصاله بس نيشان. لا في هونيك. هونيك
شو اسمك؟ شو اسمك؟ أهلا وسهلا فيك. هي بقى بصيري لما بتشوفي ناس بيقولوا عن حالهم فاشينيستاز وهن هيك بالمجالس الخاصة بالإعلام بينكم من زميلات وزملاء بالتلفزيون، شو بتقولي عنهم؟ أولاً مساء الخير على الجميع. ثانياً نيشان، الشهرة بشكل عام سواء كانت فاشينيستا إعلامية فنانة أو أياً كان هي سلاح خطير جداً. للأسف النهاردة، أو مش للأسف، هو مفروض أن الشهرة هي أداة ترويج. اللي بيحصل النهاردة أنها أصبحت أداة ترويج للسموم، سموم اجتماعية، سموم عائلية، سموم غذائية، سموم بشكل عام خطير مضر ومدمر. نادراً ما بتلاقي شخصيات شهيرة أياً كان مجالها إيه اللي بتستخدم منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأشياء طيبة، سواء كانت بقى زي ما قلت قبل كده غذائية، اجتماعية، عائلية، عاطفية، أسرية، سلوكية. فأنا بشوف إنها مسؤولية كبيرة على أي إنسان قرر يختار مجال الشهرة، سواء كان فاشينيستا أو شخص عادي بقى عنده فولورز كثيرة جداً عشان المنتجين يدفعوا له فلوس ويبقى مشهور ويبقى مصدر دخل بالنسبة له، أو كان شخص إعلامي أو شخص مشهور بحسب طبيعة عمله. وبرضه في نفس الوقت هو عنده مسؤولية خطيرة في إنه هو يبقى أداة ترويج للسلوكيات والعادات السليمة. نعم. بالصالة في موجودين معنا إعلاميات مثل راغدة درغام، مثل منى صليبة، نادية بساط، رشا الخطيب، مجموعة من الإعلاميات موجودين. رابعة، هؤلاء كمان بيحسوا بضغط إعلامي مجتمعي إنه بما إنه الفاشينيستاز بيطلعوا بيكتشر بيرفكت، كل شيء عندهم نقي. الزميل نديم قطيش قال لي السوشيال ميديا مبنية على النقاء، على الجمال، بيكتشر بيرفكت، كل شيء مظبط، من الرم يعني بيرموا على حالهم هدى بيوتي وبيطلعوا على السوشيال ميديا. قد ايه بتحسي حالك؟ قد ايه رفعت لك هدى بيوتي؟ قد ايه بتحسي ضغط على حالك انه I have to catch up with them، لازم الحقهم وضلني على نفس الخطة؟ لا، للحقيقة ما بشعر بضغط لأنه عندي أشياء تانية أقدمها كتير مختلفة. يمكن صور صورة شجرة، وردة، طبيعة، شيء عم بعمله إنساني، عم نضب زبالة عن الطرقات. بتعرف نحن بلبنان عنا أزمة نفايات، يعني ممكن نعمل كتير أشياء خارج الصورة ولكن الصورة هي جزء. بس تتصوري مع فلترز؟ مش دايماً. بالضبط، تاني رتوش للصورة. ريتاتش؟ ايه، ما بطلع بلا ميك اب، ما عندي هالجرأة بعد. راغدة بتطلعي بتعملي ريتاتش للصور تبعولك؟ ابدا. منى صليبة وين؟ منى بتعملي ريتاتش للصور تبعولك؟ اكيد اكيد عم تقول. نادية بساط؟ انا بعمل لك اياه هون. رشا الخطيب؟ أو إيه أو أتي أو لا، بتعملي ريتاتش؟ بعمل ريتاتش لأنه نحن بنشتغل صورة، الصورة مفروض تكون حلوة، مفروض تكون جذابة. يعني آخر شيء نحن بنشتغل تلفزيون نيشان، التلفزيون عزز عنا النرجسية وعزز عنا فكرة الصورة. نحن ما بنشتغل بإعلام إذاعي وإعلام مكتوب، مع إنه أوكي هيدا الشيء مفروض يكون موجود، الثقافة، العلم، شو بدنا نقول، بس الصورة هي جزء أساسي من حضورنا. هبة، قد إيه بتهتمي بصورتك؟ قد إيه بتهتمي بصورتك على السوشيال ميديا حتى تعززي ثقافة نجوميتك يلي جبتيها من العالم التقليد يلي هو التلفزيون؟ قد اني ابتعد عن فكره الكمال، لان فكره الكمال اللي الكل بقى يسعى اليها في السوشيال ميديا بقت تجيب مشاكل خطيره نفسيه للمراهقين والشباب. مفيش حاجه كامله. النهارده انا بصدر صوره ان انا باكل افضل شيء، بخرج في افضل مكان، بتفسح في احسن حته، شكلي افضل مما يكون. This is not true. This is fake. فانا بحاول ان انا اقرب من الجمهور. إذا قدرت أمرر رسالة إيجابية سواء في عادة، في سلوك، في فكرة، في رأي، ببقى سعيدة جداً أن أنا أعملها. أكيد كست وكأنثى حريصة أن يبقى شكلي مظبوط، لكن مش بالمسطرة يعني. نعم. فاتن بديك تجي لعندي لو سمحتي. فاتن تفضلي لعندي، بدي ميكروفون كمان لفاتن لو سمحتوا. نورة عبد الله، عطول كلمة إنفلونسر. بس قبل لا تسألني السؤال، حبيبة قلبي مريضة، نقول لها سلامات. وعلى انها مريضة، شوفوا ايقاع المذيعة دائما تحب الرسمية والمثالية. تصدقونها مريضة؟ حبيبتي تسلم. دائما نحب نطلع باحلى صورة، بعكس الفاشينيستات تحب تكون عفوية. لا لا، حتى الفاشينيستات اذا كانوا مرضى بيعملوا قصة على ثلاث ايام على سناب شات من 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 المضادات الحيوية للحقن يلي بياخذوها لكل التأوهات الوجع حتى نرافقهم، وكأنه نحن جزء لا يتجزأ من الفيزيولوجي تبع جسمهم. صحيح. سلامتك هبة. قديه كلمة انفلونسر، المؤثر، من هو المؤثر؟ إذا أنت بتأثري من المنبر، منبر التلفزيون، كيف يؤثرنا أو يؤثرون على السوشيال ميديا؟ شو الاختلاف؟ وين فاتن؟
أنا أشوف أن احنا حالياً امتزج عالم السوشيال ميديا مع عالم التلفزيون، أصبح الأثنين مع بعض عالم واحد ما تقدر تفصلنا. أنا موجودة على السوشيال ميديا وأيضاً موجودة على التلفزيون، إي نعم بدأت في التلفزيون، ولكن هذين العالمين صاروا مع بعض ما فيك تفصلهم عن بعض. نعم. وبعدين بخصوص الانفلونسر، مو بس موجودين في الكويت، في كل العالم أساساً، وممكن الانفلونسر مو يعني يكونون بس موضوعهم الجمال أو موضوعهم المثالية، ترى في وايد انفلونسر خصوصاً عندنا في الخليج ومن الكويت، المملكة العربية السعودية، من الإمارات، عندهم رسالة، عندهم قضية حابين يوصلونها، ممكن يشاركون فيها الناس أمراض، ممكن أمور مروا فيها نفسية، تجربة حياتهم ورحلتهم. بدي ما عندي ميكروفون رح إيه أوكي فاين. شكراً راغدة درغام. أنت من الإعلام التقليدي، يعني الصحافة الورقية ونجمة بالصحافة الورقية، وانتقلت إلى التلفزيون. شو بتحب تشاركي أنت والإعلاميات يلي كمان من عالم التقليد، والفاشنيستاز والناس يلي عندهم اهتمام بعالم الرقمنة؟ كوني صريحة دايما، أنا مثلا مش راضي أبدا على أنه نحط ثلاثة من مع احترام لكم ثلاثتكم، بس كأنه المرأة هي مميزة بأنها تكون فاشينيستا، بتكون هذا كثير سطحي تقديم المرأة بهذا الموضوع، بلاقيه كثير سطحي وبحتج شوي، لأنه في إعلامية، في رجال فكان ممكن يكونوا قاعدين، في كثير ببساطة رجال فاشينيستا ومقدمي برامج بنفس الاتجاه. أنا كتقليدية بهمني إنه المرأة دائما تظهر إنه عندها فحوة، مش بس الفاشينيستا والمكياج والرتوش ومدري شو، من هالناحية هاي. نعم نعم، شكرا راغدة. هبة الأباصيري، زعجك موضوع تشجيع المرأة؟ ميسة مغربي موجودة معنا بكثير من اللقاءات، بتحكي عن عدم تسليع وتشجيع المرأة، تحديدا هذه الكلمة اللي بتستخدمها. بتحسي حالك مشيئة أنت وعلى المسرح في ثلاث صبايا مثل ما قالت ما في ولا شاب موجود حتى يحاور؟ لا طبعاً، هو أنا مشكلة أن أنا عندي قناعة أن المرأة ممكن تعمل أدوار كثيرة جداً أكثر من الذكر، فأنا يمكن ما سمعتش الكلام كويس، بس سمعت جزء منه لأن الصوت مش واضح. هي عم بتقول أنه المرأة هو كأنها تسلح، لأنه في ثلاث سيدات على المسرح فقط، ما في محاور رجل حتى يكون ضيف بيناتكم يحكي عن تجربته كمان الافتراضية. ليش أنت إعلامي رجل بيننا كمان هو مذيع؟ أنا أحاور، لا أحاور. لا وده مش ذنبنا، هو يمكن نسبة المشاهيرات على السوشيال ميديا أو على التلفزيون بدأت تشرح شيء من الناس أعلى. مش موضوعي أنا، ما سمعناكي منيح من شوي لو سمحت. اللي عم بقول إذا بدكم تحكوا بظاهرة إنه فاشينيستا ولا مقدمات للبرامج بطريقة شوي سطحية، بقول إنه الرجال المسؤولين بقدرنا المرأة، مش بس في نساء بهذا الدور، وعم بقول أنا كنت بفضل كتير إنه ينبحث بدور المرأة في الإعلام بالعمق مش بس بالسطح. أستاذة أنا لو كنت سمعت حقيقة مزبوط فعلاً زي أول مرة، ده اللي أنا كنت بحاول أقوله في أول مداخلة ليا مع نيشان، إن المفروض أي شخص شهير سواء كان رجل أو أنثى على الشاشة أو على مواقع التواصل الاجتماعي يبقى عنده هدف أسمى في إنه ينشر سلوكيات اجتماعية أسرية عاطفية، يعني سلوكيات بشكل عام إيجابية يحسن من المجتمع، ما يبقاش هدفه الوحيد أنا طالع شكلي عامل إزاي رجل كان أو ست، أنا بلبس إيه، أنا بتفسح فين، لأن ده بيدمر أجيال. وبالفعل شفنا نتائج لشباب ومراهقين بيدخلوا في حالات نفسية سيئة للغاية لأنهم شايفين ده شكل الحياة وهم مش قادرين يحققوه، فأنا متفقة معاكي 100% في النقطة دي. نورة عبد الله، حكماً السوشيال ميديا انفلونسرز المؤثرين والمؤثرات أثروا عليكم، أكبر دليل اليوم نشوف إعلاميات، معظم الإعلاميات لما بدهم ينشروا أي صورة لإلهم ترجع بتكبس دبل كليك على الصورة بيطلع تاج من أي متجر لبسين، وين عاملين التبرج، الميك أب تبعهم، أحذيتهم من وين، كل غراضهم على السوشيال ميديا، وبيكتبوا كوت نسخ لصق كوبي بيست، يعني فجأة بتحس حالك عم تقرأ لإيمانويل كانت، فجأة بتحس حالك عم تقرأ لقباني، فجأة بتحس حالك عم تقرأ لزاهي وهبي، فجأة لا كوتيشن ماركس. قدي أثرت عليكم أنتو، يعني بتقولوا لازم كون مثلهم؟ لا تجوز في لغة الإعلام التعميم، نقول البعض يمكن يكون في هذه الخطة
الخطة أو في هذا المسار. بالنسبة لي أنا ما عندي هذه اللي بيعملوها أحط تاج وأعمل قصص للمصممين وهذا. بنفس ما أنا تشوفوني حالياً ممكن تشوفون صورة أو فيديو لي على السوشيال ميديا في حساباتي، مش مضطرة أوري الناس يعني مستوى البساطة عندي أو مستوى الغناء. أنا عندي رسالة هادفة، رسالتي هي الإعلام وكيف إحنا نرتقي في الإعلام وكيف إحنا نوصل صورة نموذجية للإعلام وأيضاً لدور المرأة في الإعلام في الخليج وأيضاً في بلدي الكويت. تفضلي رابعة. بدي أوضح نقطة نيشان، أنه تسليع الشهرة لا ينطبق فقط على المرأة اليوم أستاذة راغدة، تسليع الشهرة هو عم يعمم على الرجل والمرأة. وجودنا اليوم هو لأنه نحن بمجتمع دايماً المرأة محصورة بشكلها وعليها أن تثبت ما وراء هذا الشكل، وهيدا سبب وجودي أنا بحكي عن نفسي اليوم، أنه إذا كنت أنا امرأة جميلة أو مرتبة أو على الموضة، بس أنا عندي شيء تاني أقوله كرمال هيك أنا موجودة هون. يعني نحن بنقدر نستخدم شكلنا لنكون رول موديل فكري وحياتي ولايف ستايل ورسائل كتير فينا نقدمها من خلال هيدا الشكل وما بعد هيدا الشكل، وفينا نكون سلع، كل واحدة بتختار شو بدها والرجل ينطبق عليه نفس الشيء. نعم شكرا. ميسا مغربي، مين شهرته ونجوميته هم بين هلالين الشهرة والنجومية إلى تحديد وتعريف آخر كمان كل واحد عنده تعريف وديفينيشن، مين شهرته بتدوم أكثر؟ يلي على التلفزيون الشاشة التقليدية أو يلي منحطه بين إيدينا على الجوال ونرجع نعمل سكرول كمان نجم، وين أكثر؟ صادق مع مهنته هيز كارير. في كارير على السوشيال ميديا؟ إيه طبعاً في كارير، لا يمكن أن ننكر أنه بين بلوجر مدونة بشرط أن يكون هناك تخصص هي مهنة، ستدوم أو لا هي معيار الدوام هو الصدق. الصدق مع المهنة ومعايير، كما الإعلاميات الأخوات الموجودات هنا أضم صوتي لهم، تسليع الشهرة ليس قصراً وحصراً على المرأة أو التاء التأنيث حتى على الرجل، وليس بدخيل. أنا كفنانة سويت دعايات بالألفين وستة وحكينا في الكريديتس على من وين لابسين، مش غلط، الغلط التباهي والغلط إنه نمط هذه السلوكيات. أما الغلط بالمجمل نمط هذه السلوكيات طبعاً. ولا تنمطت أصلاً؟ لا، الغلط إنه إحنا نستمر في تنميطها. نيشان بكل صراحة في موجة وعي عالية جداً اليوم، إذا نكون يعني صادقين مع أنفسنا لما نرجع للسوشيال ميديا، لا في فرملة. نعم. صار في وعي. نعم نعم شكرا ميسا. نديم قطيش كان عندك مداخلة، تفضل. يعني بعتقد اللي بدي اقوله قلت جزء منه رابع الزيات، بعصر السوشيال ميديا انا سعيد انني لست امرأة وانني رجل، لان حجم الضغط النفسي والاجتماعي على المرأة المطالبة بان تكون ملكة جمال وافضل وضعية لجسمها بصرف النظر إذا هي أم أو غير أم، وأن تكون مثقفة وأن تكون سكسي ومثيرة و و و في آن واحد. وبعتقد هي بهذا المعنى ضحية، مش وضحية ثقافة ما قبل السوشيال ميديا. يعني لو رجعنا بالإذن من زاهي، لو رجعنا إلى شعر الغزل ستجد بأنه كل الثقافة الذكورية نمطت المرأة بشكل أو بآخر، وضعت شروط على المرأة لهيئتها لمظهرها لشكلها، أخذت منحى آخر أكثر انسجاماً مع منطق السوشيال ميديا. إنما جذر معروف وين؟ فعلاً أنا سعيد أنه مش مضطر كل يوم أعمل شعري تحديداً أو سناني أو. شكراً. هبة الأباصيري، في كتير ناس بعالم التلفزيون بيجتهدوا بيحبوا يصنعوا بصمة، فجأة بينتقلوا للسوشيال ميديا بيطلعوا بيلاقوا أحيانا الناس بتعمل حركات تافهة عند عدد متابعين مهول. بحس الإنسان يلي عم بيجتهد كل يوم وبيعد برنامجه بحس حاله وكأنه ظالم جهوده. شوف هيداك التاني شو عم بيعمل ومبسوطين بالسوشيال ميديا. قبل سنوات هون بالمنتدى أطلقوا على جلسة ثورة الهوامش، قالوا عنهم ثورة هوامش. بتحسي حالك في استفزاز؟ يمكن كنت بشعر بالاستفزاز في بداية دخولي عصر أو فكرة السوشيال ميديا، لكن لما اكتشفت أن بقى في حاجة اسمها شراء فولورز بالألفات
وبالملايين احيانا، واكتشفت انها كلها مجرد بابل ما بتدومش، ما حدش بيعرفه ولا بيذكره، ما بيذكرش غير زي ما قالت الاستاذه فعلا اللي بيعمل بصمه فيها صدق. نعم. ايا كان مجاله ده ممكن تلاقي فعلا سيرته مستمره، متابعينه حقيقيين مش مشترين. لكن طبعا لا طبعا ولا بيلفتوا انتباهي ولا بعدي عليهم. على 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 طار المتابعين الوهميين، اليوم شركات بيلحقوا نجوم السوشيال ميديا على اساس المتابعين، كم فولوور عنده او كم فولوور عندها. نحن بنعرف في كثير ناس عندهم هاجس وهميين، يعني في متابعين وهميين، يعني بتفوت على اللايكات بتلاقي حدا مثلا من مواليد بغداد او من مواليد الرياض او من مواليد اي دوله عربيه، بتلاقي المتابعين من سنغافوره من الصين، بتلاقيهم من، بتصير تقول انه هيدا كيف شهرته قدرت تخرق جدار العالم العربي، يوصل واحد بالكاد عم يوصل للعرب. الوهم على السوشيال ميديا، بس ناس مصدقين حالهم وبيستثمروا فيهم. موضوع الاستفزاز، مستفزين يعني بتحسي حالك مستفزه؟ تفضلي دكتوره برجع حبيبتي. انا بالنسبه لي اول شيء في نقطه علقت ببالي، ما اعرف هم التجارب اللي مروا فيها، لكن اتكلم عن تجربتي. اكثر ما ينشر لي في السوشيال ميديا، ارد اكرر، مو الامور اللي انا اصورها في سنابي او انستغرامي او ملابسي او whatever من هالاشياء اللي خاصها في الشكل الخارجي، اكثر ما ينشر لي في عده مواقع في السوشيال ميديا ومنها اليوتيوب عباره عن برامج الاعلاميه. احنا الى متى ما نشوف ان انت تقدر من منبرك الاعلامي تظهر في السوشيال ميديا من خلال برنامجك؟ يعني انا دائما اشوف الناس تقول انتهى التلفزيون وانتهت الاذاعه بس بلشت السوشيال ميديا. ليش نشوف انتهى ونترك اللي بدا؟ ليش ما نمزجهم مع بعض ونخلي الاعلامي ايضا يمارس خطوط ومعايير التلفزيون؟ نعم. وايضا يمزجها مع متطلبات ومعايير السوشيال ميديا. وهذا ما انا حصل لي يعني تقريبا. استاذ تفضل، شو الاسم الكريم؟ نادر مكنز. ما عم بسمعك. Again. نادر مكانسي. علي صوتك وقرب الميكرو لو سمحت استاذ. حاضر. متابع للمحطات. قرب الميكروفون لو سمحت. المتابع للمحطات التلفزيونية يشاهد مدى التنافس على من يجذب وجه جميل أو أجمل من المحطة الثانية. هذا التنافس للجمال، ما في إنسان ما بيحب المرأة الجميلة، هذا شيء بديهي طبيعي. لكن اللي منشوف إنه مثلاً بتركب أسنان وكأنه لمبات نيون فيها بياض غير طبيعي. هاي عن أسناني طبعاً. بتشوف عدسات خضر وزرق وإلى آخره. كل هذه الواجهة الشكل الطبيعي جميل جداً، ولكن الأجمل هو المضمون. نعم. ماذا كمشاهد أو مستمع؟ المحتوى. ماذا سأستفيد من هذا الوجه؟ نعم. شكرا. نعم. جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا لك. أنا بس اسمح لي أنه تغيرت هيدي القاعدة اللي شهدناها من 10 سنوات لورا، كنا نشوف فقط المرأة الجميلة أو الصبية الحلوة، يعني صبية الألو اللي بتاخذ اتصالات يعني وبرامج ألعاب، مع احترامي لبرامج الألعاب أو المسابقات أو الإهداءات. اليوم على الساحة العربية بالمشهد العربي عم نشوف إعلاميات متوسطات الجمال، لامعات، بارزات، على حساب الجمال. في كتير ما عم بيوافقوني، أنا بالعكس، أنا الإعلاميات البارزات في العالم العربي متوسطات الجمال أو أكثر بشوي، بس مش فقط جميلات. نعم. خليني الميكروفون نديم معك ولا وين صار؟ بدي الميكرو لو سمحت ثاني. خليني اقول انه الاعلام التقليدي كمان كان ظالم بحق الفتيات. راغده لك بدي اتوجه، لانه بالبرامج التوك شو الحواريه، لانه رؤساء مجلس اداره التلفزيونات ذكور، فكانوا على طول عندهم، انه مع كل الاحترام للطاقات النسائيه، كانوا يجيبوا المحاور هو الفطحه للدماغ، واذا وحده بدها تساعده بتكون جميله جدا، حلوه جدا، عيونها على الكلوز اب فظيعه، اوقات يكون عندها مستوى ذكاء بس تظلم. بدي اخذ هون نموذج استاذ زاهي، لما كان يعمل خليك بالبيت كان في شهناز عبد الله معه. شهناز بتحاور مع زاهي، بس على طول كانت تظلم، انه جايبينها بس مزهريه كرمال يحطوها قدام زاهي وهبي، زاهي الاساس شهناز.
تظلم. فخليني أقول إنه حتى بالتقليد كنا نظلم الفتيات، نقول إنه فقط لأنها جميلة إذا كوني غبية واصمتي. بدي أرجع لأستاذ زاهي، بس تفضل أستاذ، وين الميكرو؟ زاهي وهبي. مرحبا. حلو، أوكي. مرحبا، أنا محمد نغيمش من الكويت. قرب الميكرو. محمد نغيمش من الكويت. سؤالي طبعا، بما أن عدد الفولورز هو مؤشر للشهرة، ما بنعرف عدد الفولورز هو مؤشر، غير مؤشر للشهرة. ثواني بس خلنا أكمل فكرتي. بس شهرة افتراضية. أنا افترض الحين سؤال افتراضي طبعا، بما أن عدد الفولورز هو مؤشر للشهرة، فبطبيعة الحال انخفاض السريع في عدد الفولورز هو مؤشر لتدهور الشهرة. سؤالي الافتراضي هذا، إذا كان حدث معين، مثلا قبل كنا الله كرمنا في الريموت كنترول، نعم، فقط الزر افتك من همي، هم متابعه شيء انا ما ارتاح له، نعم، حاليا ما هو شعوركم بكل صراحه عندما تحدث حمله انفولو لسبب خطا بسيط؟ ممتاز، وصل السؤال. تفضلي رابعه، شو شعورك لما يكون في انفولو فجائي وانخفاض بعدد الفولورز؟ ما بيصير معي لاني ما اشتريت فولورز، فما بيصير انخفاض فجائي للفولورز، كما لم يحدث صعود فجائي للفولورز. شهرتي الافتراضية هي جاي من واقع، من تعب، من جهد، من بحث. نشان بيعرف، كل إعلامي بيشتغل بالتلفزيون أو إعلامي بأي وسيلة بيعرف كيف بتجي شهرة الإعلامي. فنحن ما اشترينا وما اجت هيك من وراء تياب لبسناهن أو من وراء حمرة حطيناها أو لاشز. بس أنا بدي أشير لنقطة بليز، إنه هيدا العالم الافتراضي اللي نحن عم نطل من خلاله وعم ننشهر. طب أنا اليوم مني مرتاحة، معصبة، مضايقة، مريضة، شكلي ما ظابط، مني مضطرة فيه صور صورة ونزلها، عاملة علينا وعلى المشاهير ضغط فظيع. هيدا العالم الافتراضي انه دائما بدنا نكون باحلى صوره. لا، فيني اليوم ما نزل صوره ومني مضطره انزل صوره، اذا انا مني مرتاحه بنزل صوره وقت يكون مرتاحه. هيدا الضغط اللي عم نحن بنفكر انه هو عم بيزيد الكاريزما منه حقيقي، وهمه. الاستاذ ورا كان رفع اي، تفضل تفضل، بدي الميكرو لورا لو سمحتوا. صار معه هبه لا يوصل الميكرو لهنيك. وين الشهرة بتدوم أكثر أنت برأيك؟ يعني هل بتدوم، خلينا نفصل السوشيال ميديا مش بس إنستغرام، في تويتر وفيسبوك، وين الشهرة ألز؟ على تويتر حيث بدك تعصري مخك تطلعي بتغريدة ورأي، أو على الأسهل يلي هو إنستغرام وسطورة والإبهار البصري؟ والله نيشان أنا شايفها بتختلف من شخص لشخص حسب ميوله. أنا بالنسبة لي لا ده ولا ده ولا ده ممكن يكون هو المؤشر بالنسبة لي لاستمرار الشهرة. الشهرة هتستمر معك وهتبقى أنت أنت اللي يعني موجه عليك مؤشر البحث طول ما أنت بتعمل حاجة ليها قيمة. الناس هتدور عليك، هتدورك على شاشة، هتدور عليك على تويتر، هي اللي هتدور عليك، مش أنت اللي هتوجد شهرتك بنفسك. وسريعا برضو بس ردا على الأستاذ نادر، أعتقد إحنا معلش مع احترامي لحضرتك خلاص بقى لنا يعني عدينا سنين عشان نقدر لسه نقول إن في شاشات وإعلاميات بيعتمدوا فقط على الجمال. النهاردة ما فيش أي قناة محترمة لها تواجد واستمرارية بتعتمد على امرأة جميلة فقط، لا القناة بتستمر ولا هذه المرأة الجميلة بتستمر. اللي بيستمر النهاردة اللي بيشتغل على مخه. شكرا. تفضل أستاذ. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا الدكتور علي الحيس. قرب الميكروفون لو سمحت دكتور. أنا إعلامي وأكاديمي من المملكة العربية السعودية. نعم. اسمحوا لي بس في مداخلة بسيطة. سريعاً دكتور، عندك 25 ثانية. ينطبق على الإعلام، أنا كانت واحدة تقدم برنامج اسمه برنامجها الأسرة السعيدة. نعم. وصدعتنا بهذا البرنامج، سألها صحفي قال لها أنت آنسة ولا مدام؟ قال لا، قالت لا أنا مطلقة 3 مرات. هذا ينطبق على إعلامنا الآن. بعدين لما كان أول الإعلام الرسمي كان مثلا يفصل بين اتحاد الصحفيين أو الأدباء أو الفنانين، الآن في خلط بين الفن والإعلام والصحافة، لذلك مستوى إعلامنا تدنى إلى هذا المستوى. نعم، شكرا. رشا الخطيب، حضرتك مقدمة نشرات أخبار على شاشة المستقبل، قد ايه بتحسي ضغط، مضغوطة؟ بنحطك بنشوفك عم تحطي صور قبل النشرة بعد النشرة، قد ايه بتحسي حالك عليك ضغط إعلامي إنه أنت كمان لازم تنافسي هؤلاء وتطلعي الصورة والمضمون لاحقا من النشرة الإخبارية؟
الميكروفون لرشا الخطيب لو سمحتوا. تفضلي. هلا طبعا السوشيال ميديا بتخليك انك تعمل دعايه للي بدك تعمله، مثلا نشره الاخبار او برامج، بس بننظلم اوقات لانه بيعتبروا الناس انه عم بتسوق شكلها. بس مع الوقت مثل ما قلت انا من انصار تويتر، لان بقدر اعبر عن رايي، بقدر خلي العالم تعرف انه انا عندي مضمون الحمد لله. اذا ربنا نعم علينا بشكل منيح هيدي النعمة من عند ربنا، بس تويتر بخليك تبين أكتر. الشاشة طبعا كمان ما فيك تكذب على العالم قد ما كذبت. تويتر بيعري المخ. بس نيشان أنا بدي أقول شيء على موضوع اللبس والسوشيال ميديا. تفضلي. حضرتك عندك برنامج وكلنا هون تقريبا، هيدا الشيء وقت نحط التياب بحطوا دعاية وقت يلبسونا، والشعر تقدير وتكريم لإلهم. هذا الشيء مش غلط، بس غلط انه نضل نحطه على السوشيال ميديا انه نفرج للناس انه بس البسه. لا، حلو تكوني مرتبه من وين ما لبستي، بس مش غلط تتشكر الناس. شكرا شكرا رشا. نورة عبد الله، نجني الارباح من السوشيال ميديا. في كثير ناس رجال ونساء بيجنوا ربح، يعني بحطوا اعلان وتفعلي مقابل قد ايه ركبت الموجه. هذا أمر صار مهم، يعني أحياناً يكون في لجني المال وأحياناً يكون دعم أكيد، خصوصاً عندنا إحنا مشروعات شبابية. فبالعكس ليش ما تستخدم أنت شهرتك في دعم الآخرين، بأنك أنت مثلاً تكبر اسمهم، تساعدهم في هذا الانتشار من خلالك أنت. بس أنا في شغلة بس أبي أقولها. تفضل. إذا تسمح. اكتشفت أنه يعني كل إنسان عنده الصح والغلط، ما في شيء اسمه صح وغلط. لازم نفتح شوية دائرة علشان ما نكون إحنا مغلقين على يعني أمور معينة. ما فينا نحط كذي، فينا نحط كذي. ما يصير نحدد كل إنسان عنده بصمة وعنده هوية، وهو بحد ذاته بدون سوشيال ميديا أو بدون إعلام هو كإنسان مؤثر اجتماعي. عنده رسالة، إحنا موجودين في الحياة من الله سبحانه، عندنا رسالة في الحياة وعندنا أهداف. جات معانا الإعلام، ممكن يكون هدفنا أيضاً قائم مع الإعلام، ممكن أيضاً قائم مع السوشيال ميديا، ولكن أنت كل شخص موجود حالياً سواء هو في الإعلام أو لا أيضاً مؤثر اجتماعي. نعم. هبة البصيري، الوسبة بين التلفزيون والسوشيال ميديا. في كثير ناس، في كثير مشاهير على التلفزيون أخفقوا، لم ينجحوا في هذه الوسبة من التقليد إلى السوشيال ميديا، اختنقوا، نشيل عنهم الأكسجين. السوشيال ميديا ما لي يمت هالأشخاص. بتحسي في مهارات للواحد يقدر يجمع الطرفين؟ أي وثبة في أي مجال بدون مهارات ودراسة هتودي في داهية. زي النهاردة الوثبة من ممثل لمقدم برامج، الوثبة من فاشينيستا لمذيعة. كل الوثبات اللي بلا مهارات وبلا دراسة وبلا تفكير بتودي في الآخر النتيجة غير محمودة. فأنا النهاردة لو عايزة أدخل على السوشيال ميديا هدخل كإيه؟ هل كهبة الأباصيري شخصية إعلامية أو حد معروف، ولا كشخص عادي عاوز يكون متابع للوضع والمجتمع وإيه اللي بيحصل وإيه اللي بيدور؟ حسب أنا عاوزة إيه أقرر أنا يعني هجمع إيه حواليا من معلومات أو من أدوات تفيدني ما تودينيش في مشكلة كبيرة زي ما بيحصل. ولسه كنا بنتكلم على الفولورز اللي بتقل أو الهجوم. النهاردة كلمة محسوبة، إحنا في مجتمع غصب عننا شئنا أم أبينا مجتمع very judgmental. نعم. فكلمة محسوبة على أي شخص بالذات لو كان مشهور. زاهي وهبي، قدرت تعمل هالقفزة من برامجك التلفزيونية اللي صرت فيها أيقونة بحواراتك لتنقل للسوشيال ميديا؟ بدي الميكروفون لزاهي وهبي لو سمحتوا. Thank you. يعني أولاً بحييك وبحيي الستات جميعاً. شكراً. خصوصاً حرمنا المصوم. أول شيء بعتبر أنا قدرت أعمل هالشيء، يعني بمعنى أنه اليوم اللي ما بيتعامل مع السوشيال ميديا مثل كأنه بالستينات أو بالسبعينات ما بيعرف يقرأ ويكتب. يعني هي إحدى أبجديات العصر الضرورية لأي عامل بشأن العام، مش اللي بس بيشتغل بالإعلام، للسياسي، للشاعر، للصحافي. هذه الوسائل هي أدوات ومنصات لإيصال الأفكار أو لإيصال الإنتاج. بس مسألة يعني التصالح معها
أو عدم التصالح مع عائد إلى الشخص نفسه ولنظرته لهذه الأدوات. كان عندك تردد بمرحلة ما؟ بمرحلة ما كان عندي تردد خوفا من يعني ما يحصل من موبقات إذا فينا نقول اللي هو سباب وشتائم سياسية وطائفية وإلى آخره. بس لحسن الحظ بلاحظ أنا من خلال تعاملي مع المتابعين أنه لما بتعامل باحترام، لما بتعامل بتهذيب، لما بتحترم الشخص اللي عم بتابعك تلقائياً هو بيضطر أنه يعاملك بالمثل. لما ما بتكون غوغائي، لما ما بتمشي مع الموجات الانفعالية والعاطفية، لما بتحاول تقدم مادة تعتقد أنت أو تزعم أنها تساهم برقي المتابع أو ترتقي أنت وياه سوا. بس مسألة التسليع اللي بحب أحكي عنها نقطة صغيرة، أنه اليوم نحن بعالم بكوكب كله عبارة عن سوق العولمي، حولت الكوكب إلى سوبر ماركت، إلى سوبر ماركت هائل. إذا بتتذكر الجيل القديم تسألوا عن سيارات الأمريكاني القديمة ليش كان يفضلها، بيقولك إنها متينة وبتعيش 20 سنة وإذا عملت حادث تتحمل الضربات. بينما اليوم خذ سيارات الأمريكاني كمثال، بتشوف إنه كل أنواع السيارات بهزت هوا صغيري بتتكسر. الموبايل كل سنة في جيل جديد من الموبايلات ومن هالقضايا هاي، لأنه هالكوكب الشركات الكبرى اللي هي متحكمة بمسار الأمور ما شايف البشر كبشر، شايفتنا كلنا كزبائن. صحيح. وكلنا واعين تحت الضغط الحقيقة بظل تراجع الفلسفات والأفكار والنظريات اللي كانت سائدة بالعقود أو بالقرون الماضية. وهذا الضغط حاصل على المرأة وعلى الرجل، على المرأة طبيعية أكثر من المجتمعات الذكورية. المهم نحن الواحد هو يكون شو بده يقول من خلال شكله، من خلال المنصة، من خلال المضمون، من خلال المادة اللي بيتعامل. شكرا زاهي وهبي. رابع الزيات، نحن جيل لما كنا نلاقي ناس غير كفؤين على التلفزيون كنا نقول أو عنده واسطة مشهور أو بيعرف المدير أو رئيس مجلس الإدارة، وبالتالي كنا نقول لا يستحق في أن يكون في هذا المنصب. اليوم السوشيال ميديا مفتوحة للكل، أنت بتعملي حساب باسورد وبتتوجهي للكل. قد ايه بتلاقي أنه في ناس لا يستحقون تلك الشهرة، خاصة في مقولة بتقول الشهرة لازم تكون رداء للعلماء مش رداء للجهلاء. كيف بتلاقي هالمقاربة؟ والعكس صحيح، في ناس موجودة مش موجودة على منصات تلفزيون، ما انفتحت لها منابر ولا بواب شهرة هالقد واسعة، وعندها شيء تقوله يمكن بمنطقة نائية بريف ببلد معين، امرأة أو صبية عندها شيء تقوله، أو شاب طموح عنده فكرة يوصلها، عنده معلومة يخبرها، عم بيوصلها عبر السوشيال ميديا، وهيدي شهرة مستحقة. نعم. ولكن اللي بدي أقوله إنه هيدي الشهرة والكاريزما تبع وسائل التواصل التقليدي ووسائل التواصل الاجتماعي. ليه الأبطال والشهداء عبر التاريخ تشي جيفارا، الأم تيريزا، نيلسون مانديلا، ليه بعدنا بنحكي فيهم؟ ما كان في سوشيال ميديا، قدموا شيء حقيقي، هيدي هي الشهرة الحقيقية. شهرة التياب والملابس بس فقط، وهيدي الأمور السخيفة بتروح قدي ملايين بتنطوي بلحظة. أنا أكيد في كثير فاشينيستاز عنده تحافظ على كلمة سخيفة. يلا أستاذ نور الدين، حضرتك بتمارس الإعلام المرئي التلفزيون، قدي بتلاقي كل اللي نحكى اليوم معني حضرتك فيه، وقدي بتلاقي كمان السوشيال ميديا جزء أساس بحياتك المهنية؟ حلو السؤال، لأني أنا في فترة من الفترات الحالية اللي أعاني منها من الركود، خلينا نقول هي فترة ركود إعلامي عندي أنا. المعاناة اللي هي الحقيقية نيشان كل ما ذكر صحيح، لأن كل شخص عنده وجهة نظرة، ولكن إحنا ما نقدر اليوم ننكر أن نحن مستخدمين كأرقام حتى كإعلاميين. هي القنوات أو التك جوروز بشكل عام هم شركات التكنولوجيا يتحكمون في التكنولوجيا، ولكن أيضا نحن ما زلنا أرقام، مع احترامي الشديد لشخصك ولشخص كل إنسانة موجودة أو إعلامية موجودة على المسرح، ما زلنا نحن مثل حجر الشطرنج. القناة تتحكم فينا، مدير القناة حبنا ياخذنا، للأسف مو عملنا، وأحيانا بمزاجية عالية، بمزاجية جدا عالية.
السوشيال ميديا متنفس، اليوم أنا تواجدي على السوشيال ميديا أكثر من تواجدي في الإعلام، لأنه هو المتنفس اللي موجود عندي وإثبات على أني ما زلت متواجد. تشعر أنه هو امتداد للي صنعته بالإعلام؟ امتداد هو سستينبل حالياً، حالياً في استدامة لفترة من الوقت، خلينا نقول معنا الاستدامة هي لا نهائية، فهي مكملة لهذا الشيء. نادية بساط، حضرتك نجمة بالبرامج التلفزيونية، في مقولة اليوم عن الشهرة بتقول يا أخي حتى مبيد الحشرات بيف باف مشهور، يعني لما تدخل سوبر ماركت ما بتقول أنا بدي مبيد حشرات اسمه بيف باف، بتقول بيف باف هو مشهور. طب هيدي الشهرة بازدواجيتها قد ايه بتلاقي أنت من موقعك أنه أنا عم بنحط بالصخر حتى أعمل برنامج وأوصل للناس بالمحتوى والشكل الرصين والرزين، فجأة في ناس يصنع منهم مشاهير، ومع مقولة أرجوكم لا تصنعوا من الأغبياء مشاهير. مقولة لا تصنعوا من الأغبياء مشاهير منا محترمة حالياً، لأنه عدد كبير من الأغبياء مشهورين وبيحملوا هواتف ذكية وهن أقل ذكاء بكتير. بدي كمان أعلق على موضوع الجمال، بدي أقول نحن سيدات وأمهات بأكترنا، ما بعرف دكتورة نور وهبة، وجايين من بلاد عانت من مجازر ومن حروب من مجاعات من تعب، تشغل بالنا عولادنا وعلى عيالنا وسرنا معهم ودرسنا وحاولنا نحقق نفسنا بمجتمع ما كان يعترف بنساء عندهم هالقدرات، مثل السيدة منى المري اللي عم نشوف شو النتائج صح اللي عم تعطيها دولة مثل دبي صح. فعانينا وجعدنا وكبرنا وأخذنا عمر، بس أخذناه مع خبرة ومع محبة للناس ومع رسالة اجتماعية حلوة بتحمل الإيجابيات وبتحمل التسامح، ما أنه هيدا عام التسامح. أما بالنسبة لسؤالك بشكل سريع، كل المجهود اللي أنت بتعمله ببين عند العالم، مثل ما قالت رابعة ومثل ما قال زاهي ونديم وغيرهم كتار، بس تسلم على الناس وتشوف قديه بيحترموك، هذه هي الشهرة الحقيقية، مش 150 ألف فولور مليون فولور. بحترمك جدا. تفضلي تفضلي، خليني أنزل أعطي الميكرو، بلشي بالسؤال بعطيك الميكرو. تفضلي، شو الاسم؟ هو مش تعليق ولكن مش سؤال ولكن تعليق. دكتورة رسل النعيمي، دكتورة السعادة. في وحدة لا، إذا دكتورة السعادة تعال على المسرح. الله لا لا لا، لأنه بدنا هرمون السعادة كل العالم العربي بحاجة. تفضلي. شكرا. حتما. اليوم أنا أبي أتكلم عن تجربتي الشخصية في السوشيال ميديا، وخلني أقول عن نفسي يمكن تجربة إيجابية. بدأت في سنة 2014 كإنسانة عادية بعيدة جداً. دكتورة عندك 30 ثانية. نعم. 30 ثانية. 30 سنة؟ لا 30 ثانية. 30 سنة. 30 ثانية. أوكي 30 سنة. المهم بس أنا حابة أوصل فكرة بأن السوشيال في ميديا فيها من الإيجابي. بسبب السوشيال ميديا اليوم أنا كاتبة وعندي كتاب. بسبب السوشيال ميديا قدمت أكثر صحيح. من 50 محاضرة سعادة حول الإمارات. بسبب السوشيال ميديا قدمت أكثر من 1000 جلسة سعادة أسعدت فيها آلاف الناس. فكل شيء في إيجابي وفي شيء سلبي. بسبب صدقك مع السوشيال ميديا. بالضبط. صدقك بالضبط. ولكن ولكن أنا بس السؤال. عفواً هبة شو قلتي؟ بسبب صدقها مع السوشيال ميديا. مش السوشيال ميديا. نعم. في كل شيء جديد، في شيء سلبي، في شيء إيجابي. حتى في التلفزيون أنا الحين يخطر على بالي مثال مستر بين. مستر بين شو كان يقدم؟ شو يقدم مستر بين؟ لكنه اشتهر. صح ولا لا؟ مستر بين، نورمان كاسنز، كل الكوميديين ونحبه، مع اني انا كانسانه عاديه مش فنانه ما افهم شو اللي قدمه صراحه غير اني اضحك عليه. انا مع ان الموضوع السوشيال ميديا يحتاج الى توجيه، وهذا الشيء ذكرته في الجلسه اللي قبل بانه يحتاج الى امن مثل الامن العسكري تماما. شكرا دكتوره، حمايه للارواح. شكرا. شكرا دكتوره. نورة العبد الله، في كثير ناس بيقولوا عن السوشيال ميديا انفلونسرز يا اخي كل يوم ايجابي انت، ما يعني ايجابي كل يوم عندك ايجابيه ولا مره بتوع راسك موجوع، بطنك، مخك، ايدك، كل يوم الحياه سعيده، العصافير على العصافير تزقزق، يعني هل استفزاز ما فيه زيف، ما فيه فيكنس، ما فيه بلوري، هالشفافيه ما شفافيه او مش شفافيه، ما فيه كذب؟
في كذب، في انفصام. أنا برأيي تفضلي هلا برجع. تقصد أن المشهور على السوشيال ميديا يكون مشاعره زيف، يعني غير واضحة أحيانا، أنه دائما إيجابي؟ هل كم من الإيجابية من وين إجا طالما مستفزين لما بيقولوا لك كل يوم يعني كل يوم الحياة حلوة؟ كان سانتوريني وشو اسمه الجزر اليونانية هلكونا. يعني شان هو في شعرة فاصلة صغيرة أي بين الكذب والزيف وتصدير مشاعر زائفة وبين انك تصدر طاقه ايجابيه. يعني انا عندي فكره ان انا اصدر طاقه ايجابيه بالشكل المعقول، ما اطلعش اشتكي انا عيانه انا بموت انا صباعي اتكسر النهارده، انا اصدر طاقه ايجابيه وامل، دي حاجه مقبوله محموده. فانا مش بشوفها انها فيك. وفي شعره بس فسروا لي كيف الواحد بيصدر طاقه ايجابيه من بوست 59 سنة على انستغرام؟ ممكن يعني أنا بالنسبة لي من خلال الكتب ممكن أقرأها، ممكن سهلة. في شيء يخصني أنا مثلاً قرأته وساعدني في يعني وقت ما، ممكن أحد ثاني بالصدفة قاعد يقرأ ويمر بنفس التجربة أو مثيلة أو مشابهة ممكن يستفيد من نفس البوست، سواء قلتها لفظياً أو وضعت له صورة. صورة الطفل على فكرة، صورة الطفل بيعمل شيء يعني يجعلك تبتسم، هي طاقة إيجابية. صورة لموقف طفل حيوان، طفل حيوان، مساعدة حد كبير في الشارع، مواقف صغيرة وبسيطة ممكن تصدر طاقة إيجابية. صورة عن الرضا، إنك تبقى راضي بحاجة معينة، فكرة تصدير الرضا، السعادة في الرضا. نعم نعم. ألان درغام حضرتك ريبورتر على شاشة الام تي في اللبنانية، قبل كان في صورة نمطية للريبورتر، يعني المراسل عنده نقل الخبر. نعم رح أوصل لعندك، ما تعصب، طول بالك طول بالك، سمي طول بالك. يبي لنا نسمع أصوات اللي ورا الصراحة. قبل كده عنا المراسل هو تقليدي، يعني هو يغطي الخبر. اليوم المراسلين أصبحوا هن الخبر. في كثير ناس بيرفضوا إلا يكونوا بكامل هندامون أمام الشاشة مع الاتيتيود والبوز وكل، لأنه هن كمان جزء من هالمنظومة. كيف بتقيم هذه نعطي نكهة للخبر؟ إذا بدك شخصيتنا بتقرب الميكرو. نحن بنعطي نكهة للخبر بشخصيتنا وكيف عم نقدم الخبر. قالوا اليوم موقع التواصل الاجتماعي فيك تعرف الخبر قبل ما تنطر نشط الأخبار على الساعة 8، ولكن إذا نحن قدرنا جبنا مثلاً مصادر أو كيف وظفناها بشخصيتنا عبر الشاشة، نحن منقدم الخبر على الشاشة، وإنما يعني يكون في محتوى لنكون نحن نصنع الخبر. إذا ما في محتوى منطلع فاضيين وسخيفين جداً. صحيح. استاذ تفضل، اللي معلق إيده كان وعنده أتيتيود شوية غضب، اتفضل استاذ علي، بتعطوا الميكرو لورا لو سمحتوا. اهلا نشان، اول شيء السؤال المزموزي اللي خليت. ايوه انت بل. مرحبا. حبيت اسال بما اني انثى وفي مجال الاعلام. انت اللي تصورتي معي بشوي؟ ايوه. اوكي. حبيت اسال انه شفت كثير انه تعليقات ضد انه المراه تكون كفاشينيستا وبتطلع وبتنشهر بس باسم الموضة والجمال، هذا إشي مش غلط. تاني الإشي أنه تكون إعلامية تقدم مضمون وفي نفس الوقت عندها مضمون باتجاه التجميل والموضة إلى آخره، فشو الغلط أنه بتكون ماخذة شغلتين؟ تفضل سؤالك ولا بس بك تعطيها الميكروفون. لا لا بالعكس. نشان بس شفتك معصب كثير قلت شوية هديك يعني. يهديني هدي، قرب الميكرو لو سمحت. زميلك جمال الشريف، عندي سؤال بس. الله يعطيكم العافية كلكم، وإن شاء الله تكونوا مشاهير وإن شاء الله توصلون للعالمية. وأنا شو جايز الطردية وصلنا لها في دبي. نعم. لا إن شاء الله العالمية، وأنا هذا الدور يوصلكم. بس سؤالي، إذا قمنا يوم الصبح إن شاء الله والشركات هاي انتهت، الشركات اللي تطورت وكبرت، في شركات كثيرة جت وراحت، قمنا الصبح انستغرام بوم غون، تويتر غون، هذيل انتو شو بنسوي؟ واتس ذا بلان؟ واتس بلان بي؟ اوكي بس سألنا نحن كاعلاميات. انا كاعلاميه بقدم. لا انا سؤالي للجميع، اكيد كنا عايشين قبل تويتر والمشاهير الافتراضيه. عم بيقولي اذا بكره الصباح الشركات اقفلت. قبل تويتر وانستغرام في خطه بديله رابعه؟ قبل تويتر وانستغرام وفيسبوك كنا موجودين وكنا عم نقدم ماده، كل شيء بيتعلق بالكونتنت بالماده، شركات الاعلاميه. وهلا موجودين اكثر، يعني ماشي التواصل الاجتماعي عم يدعم الوسائل الإعلام التقليدية، فبنقدر نرجع نتكيف نعيش بشكل نورة طبيعي مع الموضوع. أنا بالنسبة لي إن الإنسان
وصل مرحلة إنه يكلم اتصال وتواصل مع الفضاء. فإذا تسكر مكان عبارة عن تواصل اجتماعي أكيد في محل مكان راح ينفتح راح يكون أحلى من هذا المكان. قريبا بدو في مصبار الأمل. نحن عم نفكر على الأرض، هني عم نفكروا بالمريخ طلعين. المقصود الشركات والقنوات يعني مش كده؟ ديجيتال ميديا طبعا وكده كده بالفعل يعني كلها فترة قصيرة قوي، وما أعتقدش هيبقى في شركات أو يعني شاشات تلفزيونية كتير موجودة. ديجيتال ميديا is coming شئنا أم أبينا. نعم. منى صليبة بتعطوها الميكرو لو سمحتوا. منى صليبة ورا تعالي لك منى. قبل لا تنتقل على السؤال مع الأخ. نعم. ليش قاعد تقول نطلع على المريخ ونفكر في المريخ؟ أنت المستحنة بين الواقع الإعلام في الواقع والمستقبل، ليش تستبعد شيء؟ ليش تستبعد شيء يكون مستقبلاً؟ لا ما عم يستبعد، هو عم بيقول طالعين على المريخ هيك هيك يعني ما في طالعين على المريخ عشان بس اللهجة. مصبار الأمل، مصبار الأمل بدبي ومشروع إنه يزوروا المريخ، فهيدا اللي أعلنه الشيخ محمد بن راشد المكتوم. منى صليبة أنت صحفية بتلمسي الصحافة الحديثة ولكن بأسلوبك تقليدية، تقليدية صارمة، عندك حزم وعندك مأخذ على اللي عم يحصل. شو مأخذك بثلاثين ثانية؟ مأخذي على اللي عم يحصل؟ مأخذك على الشهرة يلي تعطى أو تكتسب على وسائل التواصل الاجتماعي. أنا غير لا أسعى للشهرة وأنا مني شخص مشهور، أنا صحفية ونقطع السطر، الناس بتعرفني لأني صحفية. مصداقيتي هي خلت الناس تلحقني على وسائل التواصل لتاخد اللي بتاخده مني على شاشة التلفزيون، مشان هيك أنا ناشطة على تويتر بالمعلومة وليس حتى بإبداء الرأي، لأنه أنا شغلتي إعطاء معلومة وليس الرأي، لست أهل لإعطاء رأي بعد. أما الإنستغرام فهو خانة للترفيه خليني حطها، ولكن إذا حطيت كل تقلي فيها للتسويق رح تنضرب صورتي الصحفية اللي هاي أنا حريصة عليها وكل تقلي حطيته فيها. فما أخذي هو على التسخيف الصحافي، أما اللي أخده كهواية أو ترفيه فصحتين على قلبه. شكرا. بس أنا غيورة على مهنة الإعلام والصحافي. رح أرجع لنديم قطيش بس بدي أحكي مع سعادة منى المري. منى المري اليوم لما بتدعو الناس على المنتدى، منتدى دبي، منتدى الإعلامي بدبي، قديش بتحسوا حالكم مكرهين إنه في شريحة بالسوشيال ميديا نجوم مؤثرين هودي كمان لازم يكون عندهم كراسة بالمنتدى لأنه هن أمر واقع، ما فينا فقط نعول على الأسماء الكبيرة المهمة بالصحافة المكتوبة والصحافة المرئية التقليدية. نحن في دبي يمكن أول من فكر في قمة للتواصل الاجتماعي العربي وتأسيس نادي دبي للتواصل الاجتماعي العربي للمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا جاء من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه بأن هناك اليوم واقع يجب أن نعيشه وهو وسائل التواصل الاجتماعي ويجب أن نبني عليه، ولكن نبني عليه في جانب إيجابي يفيد المنطقة العربية ويفيد الإعلام العربي بصورة صحيحة. فركزنا على جوانب رئيسية، أولها المحتوى العربي وكيفية إثراء هذا المحتوى، واثنين كيفية خلق أيضا فعاليات ومبادرات تساعد هؤلاء الشباب المؤثرين لأن يطوروا من أنفسهم ومن أدواتهم حتى يصبحوا بمكانة تليق بدولهم وتليق بأنفسهم قبل كل شيء. لا. فهذا كان أساسي. اليوم نعم عنا إعلاميين وهذا منتدى للصحافة وللإعلام، ولكن نحرص أيضا على وجود وجوه إعلامية ووجوه مؤثرة سواء كانت على وسائل التواصل الاجتماعي أو في القطاع نفسه. أنت من جيل التقليد يعني الإعلام التقليدي، بينك وبين حالك كمتلقي مقتنعة مقتنعة بالمؤثرين، مقتنعة بهالمنظومة؟ طبعا أكيد. لا طبعاً أنا مقتنعة. ليش مش مقتنعة؟ أنا إنسانة اليوم أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لأرسل رسائل أحس أنها من واجبي أن أقدمها يمكن أشوف نفسي اليوم نموذج لكثير من الفتيات في دولة الإمارات، أحب أن أوصل هذه الرسالة كيف اليوم للمرأة الإماراتية أن تصل وأن تكون في مستوى يعني يشرف بلدها في أي مكان تكون. استخدمك كهذا يعني استخدم هذه الوسيلة لأوصل هذه الرسالة سواء للمرأة في دولة الإمارات أو للعالم. نعم. بأن المرأة العربية تستحق
أن تصل إلى المكانة التي تناسبها. نعم شكرا. رابعة نورة وهبة، مخاطبة الناس عبر السوشيال ميديا فيسبوك تويتر أو إنستغرام باللغة الأجنبية أو بلغة عربية ركيكة، بوقت أنه مواقع التواصل بتضج يوم الاحتفاء باللغة العربية، أنه اكتبوا بالعربي، بيجي الفرزدق والمعري كلهم بيجتمعوا نهارتها نهار واحد. قديش أساسي ومهم أنه نخاطب الناس بلغة عربية، بلغة عربية سليمة. هبة، طبعاً شيء مهم حسب هو مين اللي بيخاطب، هل بيخاطب شخص إعلامي أو شخص صحفي أو شخص مؤثر ومعترف به كأحد المؤثرين، لازم يكون على قدر المسؤولية ويخاطبهم بلغة يثري بها لغة المجتمعات العربية. بس مش عيب إن هو أحياناً، إحنا زي ما قلنا في جزء من وسائل التواصل الاجتماعي هو جزء ترفيهي. نعم. for fun. يعني لما كانت بتتكلم على مستر بان، مستر بان is pure entertainment، مشهور لأنه ضحكنا، وما شفناش وقتها إن في ناس متأثرة وعاوزة تكون مستر بان ولا إسماعيل ياسين. إنما في عصر التواصل الاجتماعي وفي المؤثرين منهم المعترف بهم اللي عليهم نوع من أنواع الرقابة، ودي شيء بطالب به لأنه خطير ومهم جدا، رقابة على ما يروجوا لسلعات ومنتجات، لازم يكون برضو بيراعي اللغة اللي بيخاطب بها أجيال وشباب ومراهقين عشان ما يدمرش. نعم نورة، تخاطب مخاطبة الناس بلغة عربية سليمة، ليش لا ما نتكلم باللغة العربية ويعني حتى الإنجليزية وحتى في لهجتنا الحلوة، احنا في يعني في احنا يعني واصلين مرحلة ان حتى لهجتك ودك توصلها. كل بلد له بصمة ولا طريقة في الكلام، صرنا نعرف بعض من التعليقات هذا من اي بلد، وليش لا، انا شايفة ان الانفتاح وايد كله مقبول من غير اخطاء املائية. كل نادي مقطش، لازم نحكي لغة عربية سليمة على السوشيال ميديا ولا It's okay إذا حكينا إنجليزي، It's okay إذا حكينا بلهجتنا؟ التنوع حلو. الميكروفون وين؟ الميكرو معي هون، رح أرجع أعطيك الميكرو. شو اسمك؟ غرازيلا. غرازيلا سويني، أهلين غرازيلا، هلأ عرفتك مغيرة. نشان عقب سمعنا حس، رح أرجع لرابعة بس تفضل. نشان لا سمعنا عقب حس الإعلاميين من الخليج ومن الكويت كلهم موجودين أكيد، ودنا بعد انت عرف. ايوه تم قصف الجبهه بامتياز. تفضل هديم. تفضل. اللغه التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت لغه هجينه، بيفوت فيها الانجليزي مع العربي بطريقه، حتى يمكن احيانا الفرنسي بالمجتمعات الفرنكوفونيه، فمش مشكل. يعني انا ما عندي عقده حارس البوابه اللغوي طالما عم نتواصل وعم نقدر نفهم مع بعض، مو بنقدر نفهم مع بعض. بس في نقطة واحدة لو سمحت لي بثلاثين ثانية. تفضل 30 ثانية. في خوف يمكن كتير كبير من إنه مواقع التواصل الاجتماعي أو التكنولوجيا الحديثة ستعمم، اسمحوا لي بالعبارة وأنا آسف، التفاهة أو الغباء أو قلة الجودة أو أنا مش مع هذا الأمر. أهم عنصر مانع لهذا الأمر إنه اليوم في شيء بسموه بالعالم attention deficit، العجز في ميزان الانتباه. هذا أهم عجز موجود في العالم، لا بالموازنة ولا بميزان المدفوعات ولا بميزان المصروفات. Attention deficit معناته شيء واحد، كل واحد فينا عنده أقل من ساعة في اليوم ليستهلك ميديا. بالأسبوع كم الآيفون تبعك قد بيعطيك مؤشر إنه بالأسبوع كم ساعة تستخدم تليفونك؟ لا عم بحكي استهلاك. لا أنا عم بحكي أنت قد تستهلك تليفونك؟ ست ساعات ونص. ما بعرف بس. ست ساعات ونص. بس اللي بدي أقوله إنه اليوم الجودة مثل ما تفضلوا الصبايا من شوي هو الذي سيحكم. أنا ليه بدي أحضر مسلسل بحبكة ضعيفة ومفككة إذا في عندي نتفليكس؟ ليه بدي أقرأ نديم إذا فيني أقرأ؟ رجعنا لنفس الموضوع، المحتوى. فالمحتوى هو الحصن، ومش بحاجة لريجوليشن لا من دولة ولا من حكومة. والمحتوى سيحمي نفسه بشكل أو بآخر. نعم راغده عندك سريعا لو سمحت. سريعا بس حتى ما يسائل فهم اللي قلته من قبل. شوف نشان، أنا بكتب مقال استراتيجي عن الشؤون الدولية، بدأت كل شغلي هو له علاقة بالسياسة الدولية، بس أنا أول مرة طلعت على التلفزيون بالبلاد العربية وفي نيويورك بحط حمراء لونها أحمر. يعني ما ترددت إني أقول إنه عندي الجرأة إني أقول البدية أعمل البدية، لأنه عقلي محله والناس بتتذكرني بس من شان الفحوى، ما
ما بتذكروا، بس يعني اذا بدنا نقوله حر لبسه حمراء لونها احمر بيقولوها ثاني شيء، ما بيقولوها اول شيء، بيقولوا ننطرك نتسمع عليكي. هيدا الفرق. التواصل الاجتماعي شيء، والاعلام يعني الصحافه الفحوه التراديشن انت عم بتقول التقليديين، نعم تقليديين، لانه البلوجرز عملوا شيء ونحن بدنا نرجع للأثكس يعني اخلاقيات المهنه، يعني قيم المهنيه ضروري نتذكرها لانه فيها مسؤوليه. نعم شكرا. تفضلي، كان عندك سؤال. رابعة ما جاوبتيني عن قصة مخاطبة الناس باللغة العربية. اللغة العربية طبعاً جداً مهمة. على تويتر أنا برأيي لما بدك تعبر عن رأي بفضل أنه عبر عنه باللغة العربية، إذا كنت عم بتوجه وعم بتواصل وعم بتفاعل مع متابعين عرب ولبنانيين. ولكن الإنستغرام فيك تكون، بما أنك أنت في جانب منه تسويقي وفي جانب صوره وانترتينمنت، فيك تحكي، فيك تحكي باي لغه. بسمعها، بس بدي يعني اختم بشيء بعدين لو سمحت. اوكي تفضلي. اول شيء انا عندي سؤال. شو اسمك؟ فاطمه الزهراء. هلا فاطمه. انا كطالبه اعلام وصحافه، انا اسفه للفاشينيستاس، بس قمت استحي اقول اني ادرس اعلام من النمطيه الستيريوتايب اللي صايره انه خلاص إعلامية مشهورة التواصل، أي حد قام يسمي نفسه إنفلونسر. كيف سؤالي لأي حد في مجال الصحافة والإعلام؟ برأيك تم تشويه اللقب لقب إعلامي؟ أيوة أنا بالنسبة لي أيوة. فأنا مثلاً كيف أحافظ على نفسي صحافياً؟ يعني إعلامياً إن شاء الله يوم ما أتوظف وتكون عندي اسمي كيف أقدر أفصل نفسي عنهم؟ شكرا. شكرا لحضرتك. مين بده يرد علي يا فاطمه؟ هو اللي بده يوصلك، يعني شو بدك تقدمي هو اللي بده يوصل. بس انا بدي اشير لنقطه، بعتقد صرنا على النهايه، انه في غلط وخطا كثير كبير الخلط ما بين وسائل التواصل الاجتماعي والتفاهه. الوسائل التواصل الاجتماعي هي ليست فقط منصات تفاهه، أو الفاشينيستا منا بالضرورة تكون صبية تافهة، أو البلوجر منا بالضرورة تكون امرأة تافهة أو رجل تافه. هي منصات تحتاج لأدوات مختلفة. يمكن نحن عم نعجز أحياناً كإعلاميين نعمل في الوسائل الإعلام التقليدية إنه نخاطب الآخر بهيدي اللغة السريعة الحيوية الحقيقية اللي فيها مضمون. وأنا هلأ إذا بتسألني وينك من الأونلاين شو، بقول لك بعدني بعيدة، لأني بعدني ما ملكت الأدوات لكون موجودة عم قدم كونتنت قوي سريع حقيقي في مضمون مهم. فالاستخفاف بوسائل التواصل الاجتماعي وبشهرتها لا يجوز التعميم فيه. شكرا غرازيلا. غرازيلا كامل تلفزيون دبي. أنا بكل فخر صحفية تقليدية لأنه شهادتي هي بالإعلام. نقطة كتير بسيطة، في فرق بين النجومية. يعني عندنا نجومية The Kardashians معروف كيف انشهروا، وعندنا نجومية أوبرا وينفري يلي ما حدا بشك بالكنتنت ومحتوى وأصل شهرتها، علما أنها حوربت كتير لأن بين مزدوجين لم تكن تملك ما يكفي لتظهر كجميلة على الشاشة. ما بدي أقولها لأنه كل النساء جميلات، كلنا مخلوقين على صورة الله ومثاله، وبالتالي كلنا حلوين، ولكن الجمال أمر نسبة ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع سعادة. سؤالي أنا كان في بس خليني لك أنه لما ذكرتي كارديشن مع كل المتابعين اللي عندهم والتأثير اللي عندهم، أساس يعني النواة شهرتهم كانت جنس 100%، مثل نيكول أنا سميث قبلهم، ولكن ما كان في مواقع يعني تواصل اجتماعي. خلينا نفرق 100%، بس يعني نجومية. هيدا كان النواة الأساس. للأسف نجومية ملايين المتابعين. هون سؤالي ما بعرف مين بحب يجاوب عليك، بتمنى لو أنت بتجاوب بس أنت عم بتحاور. الكاتب سوسن الشاعر كانت بندوة قبل، كانت عم بتقول للأسف ما بتبنى رأيها ولكن علامة استفهام، هل نحن نعاني ما نعانيه بسبب قلة الوعي وتردي مستوى الثقافة عند المتلقي؟ واحد. اثنين، حرصا على كوني صحفية والتعريف بلوجر إلى كامل الاحترام، احترام if she knows أو if she blogs. To blog is فن التدوين. صح. التدوين يعني تملك ما يكفي للكتابة. أي لأنه في ولكن ما ليس للتصور مفعول ولا وقع you know. وبعد آخر شغلة، الراحلة فرانكا سوزاني مدير تحرير فوغ إيطاليا، لما التقيتها وسألتها من 6 سنين عن لقب فاشونيستا لأنه كان بعزه،
وكمان ما بتبنى رأيها، ولكن قالت هن النساء، ترجمته نساء متزوجات من رجال أغنياء يملكن القدرة على شراء آخر صيحات الموضة ولبسة من دون أي هوية. نعم نعم، بدي بس احكي عن موضوع المدوّن، يعني اذا بتسمحي لي عن التدوين، امتلاك مهارات وادوات التدوين هبه. طبعا انا متفقه معها 100% في كل كلمه قالتها فيما يخص التدوين، فيما يخص الفاشينيستا. انا بحييكي جدا على الكلام اللي قلتيه. وبس ردا سريعا على فاطمه الزهراء، فاطمه الحاجه الوحيده اللي ممكن انصحك بيها لو تقبلي مني النصيحه، اشتغلي اولا وثانيا وثالثا على المحتوى، ومن بعده لياقتك ولبقتك وكاريزمتك. فاطمه خليني اكون انا كمان اعطيكي حيز من الجواب. العالم العربي ما في كتير فرص للاعلام، الاعلام مهنه بخيله، مهنه جاحده، مهنه كتار بيسعوا وراها بس هي ما بتعطي حالها الا لقله بخيله. واذا اعطتك حالها اوقات كتير تسحب حالة منك لأن هي مهنة جاحدة. فأنا ما بصور لك الصورة وردية كتير لأنه في مزاجية عالية كتير بالعالم العربي، رؤساء مجلس إدارات ومدراء تلفزيونات أوقات الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب. ما أنا برأيي لازم يكون في كتير مديرات، يعني نساء بيتولوا هالمناصب لأنه بيعرفوا يجمعوا بين العقل والعاطفة أكتر. ناهيك عن أنه في كتير مطامع شخصية من رؤساء مجلس الإدارة when it comes to مذيعات، يعني ما بدي أحكي أكتر لأنه معظمهم عرفوا شو الفكرة. أنا بعرف كتير زميلات بيقولوا لك ما بدي أخذ برنامج لأنه ما بدي أشوفه للمدير بمكتبه أنا وياه منفردين، ما بدي. تفضل غيري كلية يا فاطمة، غيري كلية. شكراً أستاذ إنشان. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم الحازمي من المملكة العربية السعودية. هلا إبراهيم. هناك حسابات لشخصيات ذهبت سواء ظهروا على الشاشة أو كانوا أدباء ومثقفين، إلا أنهم حتى بعد وفاتهم هناك من استرزق على تلك الأسماء. أحسن. وظهرت هناك حسابات، نذكر بدون ذكر أسماء، لكن هناك حسابات للناس قد توفوا منذ زمن طويل يعودون بأشعارهم عبر، ولكن إرثهم باقي. صحيح. كيف نصبح نحن كإعلاميون الآن بعد فترة من الزمن بإذن الله تعالى نذكر من خلال طرحنا الجيد؟ نصيحتك من إيشان وشكرا. شكرا لحضرتك. كيف يعني ممكن يعني اللي قالوا هو اللي حكيناه من شوي، يعني الفرق بين الشهرة والاشتهار. الشهرة الحقيقية اللي هي أبطال وإعلاميين ومفكرين وشعراء بعدنا بنذكرهم لليوم لأنه قدموا مادة مهمة فادت البشرية، مش مادة سخيفة مرأة مرور الكرام. يعني حكينا عنه من شوي واللي عم بتقوله حضرتك أكيد حقيقي وصحيح. يعني لما أحدهم أو إحداهن يتباهى أو تتباهى بأنه عنده عدد متابعين معمر الأرض فيهن، بترجع بتلاقي على تويتر حساب، أجزم أنه مش للسيدة فيروز، بجزم أنه مش لإلها، بس حساب متابع من الملايين على يوتيوب، متابع من الملايين، فجأة بيطلع حدا بيقول لك أنه أنا أنافس فيروز، تقول له يعني تشب اسكت تشب اسكت، يعني ما بتعطي حتى فرصة. تفضلي سيدتي. مرحبا، زينة من موقع الرؤية الإماراتي. زينة، سؤالي للإعلاميات الأفاضل اليوم، إحنا عم بنشوف كتير من الفاشينيستات أو البلوغرز عم يشتغلوا كمذيعات، فإلى أي مدى هالشي بيهدد مستقبل الإعلاميات؟ والسؤال الثاني، في كثير شو اللي بيهدد مستقبل الإعلاميات؟ البلوغرز أو الفاشينيستات صاروا مقدمات واحد وان باي وان. نورا، بيهددوا مستقبل الإعلاميات هالبلوغرز؟ حد يهدد أحد وهو واثق من نفسه ويعني عنده هذه الإمكانيات وعنده السكيلز، ولكن أنا عندي مطلب. ليش يعني نشوف طبيب دارس طب، المحامي دارس قانون، الا الاعلاميين؟ ممكن اي حد كله بيصير بده يصير اعلامي. احسنت، برافو. حتى الفنانين. يا اخي خليك بالفن انت، في فترة جاي في على منطقتنا، في غني يا اخي، خذ كلام لحن غني. بس شيء ثاني، اليوم احنا عم بنشوف في كثير اعلاميات خلعوا ثوب الاعلام وصاروا فاشينيستات. صرنا نشوف انه كثير اعلاميات ومعروفات على مستوى الوطن العربي بيعملوا تاج لكل براندات من هيد تو تو، يعني بس هودي مش اعلاميات، يعني هودي هيدا الاعلاميات ومعروفات. لا لا، بعتقد اللقب عليهم سهوا،
سهوا كان اللقب. زاهي عندك كلمه لو سمحت، عندك مداخله، اعطيني الميكرو بسرعه لو يعني سمحت. يعني اذا لبست ببراندات ما تكون اعلاميه؟ ما فهمت. عفوا، يعني البنت اذا لبست ببراندات ما تكون اعلاميه؟ لا، هي قالت خلعت خلعنا عنهن ثوب الاعلاميات وارتدينا ثوب الفاشونيستا ونقطه. تحولنا يعني لعرض سلعات فقط، يعني هي تقصد كده؟ نعم. للاسف بيحصل. للاسف. تفضل استاذ علي. وين بده رفع ايده؟ ما شفته، رجعت. انا سريعا بدي اقول شغلي وبعتذر لاني شوي مريض فصوتي سلامتك. ما عم بيساعدني، بس بدي اقول انه المساله مش مبارزه ومفاضله بين وسائل التواصل الحديثي وبين الاعلام التقليدي. اليوم التكنولوجيا كلها عم تندمج، وخصوصا التكنولوجيا البصريه والسمعيه عم تندمج كلها بجهاز واحد، فكل واحد منا قدام تحدي انه يمتلك الخبرات التي تؤهله للتعامل مع كل ما هو مستجد. نعم. مسألة يعني المواقع اللي أشار الأستاذ الصحافي السعودي، بمعزل عن من يرتزق من المواقع، بس مجرد أنك تشوف اليوم مواقع يتابعها عشرات الآلاف، لغسان كنفاني، لغادة السمان، لنزار قباني، لمحمود درويش، فهذا دليل أنه المحتوى لما بيخلي ناس رحلوا عن هذه الدنيا، الله يطول عمر غادة السمان طبعا، منذ زمن ولا يزال شعر متداول. أنا عم بحكي كشاعر. نعم. وكمهتم بهالشأن. أمس نشرت مقطع من حوار بيخليك بالبيت مع أحمد زكي. صحيح. مضى 14 عام على وفاته، من أكثر المقاطع الفيديو اللي نشرتها تداولا بخلال 12 ساعة أو 24 ساعة. لهذا الشيء بيخليني يعني بده يوصلني على نقطة إنه المحتوى ثم المحتوى ثم المحتوى هو اللي بيخلي الإنسان يعيش. صح. الشهرة بحد ذاتها مش هي الهدف، لا للإعلامي مفترض تكون ولا للفاشينيستا، هو إيصال ما تريد إيصاله، ولا الفاشينيستا بحد ذاتها أمر محتقر ومدان، ولا الإعلامي بحد ذاته أمر رفيع يعني المقياس هو المحتوى. المحتوى كل منهما ضروري. مسألة اللغة العربية مسألة ضرورية جدا، ما يعني لا رفض للغات الأخرى، ولكن خصوصا للي بدهم يكتبوا على السوشيال ميديا شعر وأفكار وخواطر، ما بصير تكتب بقلمي وتكتب أنت مع الياء أو تكتب لك مع الياء، ما تعرف تميز بين ياء المتكلم وياء المخاطب والكسرة يعني هيدي أبسط أمور. أما أنه للتواصل أكيد مثل ما قال نديم التواصل. نعم. العادي يعني منقدر نكتب بأي لهجة وبأي لغة وبالعربيزي وبالكل. نعم. ولكن إذا ما نكتب أدب وفكر وفلسفة وقضايا الالتزام جدية اللغة العربية شرط أساسي. نعم. ما في المهندس يعمل بناية إذا ما بيعرف قواعد الهندسة. شكرا زاهي، تفضلي. شكرا. رشا سليمان من تلفزيون الآن، صحفية ومراسلة وكذلك معدة برامج. بالفترة الأخيرة سلطت الضوء على التنمر الإلكتروني. نعم. سألت كثير من الشخصيات المشهورة، الفنانين، إعلاميين، أقصى تصرف أو ردة فعل للتنمر الإلكتروني بلوك. طيب ليش ما في تكاتف إعلامي لردع هذه الظاهرة؟ لأنه الناس بيحبوا يأذوا. لأنه الناس بيحبوا، ناس عندهم هامش الأذية. رح أطرح السؤال عن التنمر، بدي أسمع حضرتك. حضرتك بعدين حضرتك. أربي لك. وفاء، أنا لايف ستايل كوتش وعم بدرس كمان ماجستير صحافة وعلوم أخبار. بلشنا شوي شوي لايف ستايل كوتش. اوكي، جو اهيد بليز. لايف ستايل كوتش، بس لحد هلا ما عندي فيسبوك، ما عندي انستغرام، وما عندي اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي. اعطيني واتساب، خليني اعمل لك حسابات. سوري. نعم. ليه ما بتعمليهم؟ لانه بشوف حالي انه انا مش متهيئه هلا لوصل رسالتي لكل المجتمع بالطريقة الصح. فيا سيدتي، لانه انا سيده وبحترم طبعا كل السيدات الموجودات، انت قنبلة ذرية صامتة. إذا قدرتي بتقدر تبني أجيال، وإذا قدرتي كمان بتكسري ظهور رجال، أو إذا قدرتي بتنفجر فيك القنبلة. Exactly. فإذا رح تعطيني معلومة بتبنيني، بترفعني، بتساعدني، أنا رح ساندك حتى لو كنتي أسوأ امرأة فاشينيستا. بس إذا رح تعطيني معلومة غلط فشكراً، أنفولو. شكراً. وين فاتن؟ فاتن الفاشونيستا اللي كانت رح تجي لعندي. وين؟ تعالي تعالي. مين في فاشونيستا؟ بدي واحدة فاشونيستا معي. أنا بيلا، مساء الخير.
راح تصير. وين وين الفاشينيستا؟ اختفوا اختفوا، ما هدوا، ما حضرتك قربي لعندي، قربي تفضلي لعندي، تفضل استاذ. هدي هيدا، هدي هيدا. الو الو، محمد زهراني مستشار اعلامي. بصراحه الدكتوره نوره هي اللي استفزتنا للمداخله هذه. نعم. انا بسال فقط، مسمى اعلامي هل يحق للمؤثرين ان ياخذوا هذا المسمى؟ هذا اولا، ام انه حق مكتسب للجميع؟ واذا كان يحق لكم اخذ مسمى اعلامي، ما هو راي عمالقه الاعلام التقليدي في اخذكم لهذا المسمى؟ ومن خلال هذا المنتدى، هل حان الوقت لوضع معايير وشروط لمسمى إعلامي كمهندس طيران فقط للطيران؟ أما نعم. كل من أتى وأصبح إعلامي فهل من هذا المنتدى وضع شكرا معايير شكرا وشروط؟ سؤال واضح نورة. قبل شوي أنا ذكرت الموضوع، يعني ما عندنا معايير يعني إن كانت موحدة أو للبلد نفسه تخص هذا الموضوع، وما نقدر نحدد منو الإعلامي ولا مو الإعلامي، يعني إلا أنت ومتابعتك له أو منظورك عنه أو ميلك اتجاهه ممكن تقول عنه كذي. وأكيد هم واضحين الإعلاميين بالنسبة للجمهور، ما فيك أنت يعني تزيف هذا الموضوع. نعم، شو اسمك؟ ملك. عمولو معروف، فتحوا الميكروفون لأنيسة ملك. صرنا على حد واحد. جربي. إعلاميات وفاشينيستا. ملك. لحظة صغيرة بس. ما في صوت. هيدا الميكرو فينا ندوره. Is it possible to switch this microphone on, please? Can we turn this on? Okay, okay. تفضلي. شو الاسم؟ ملك. ملك. فاشينيستا. ملك درست ملك من بروكسل، مقيمة ببلجيكا، مغربية الأصل. درست إعلام، وبعد الإعلام انضميت للفاشن. Okay. So درست إعلام، ما زبطت معك عملتي فاشينيستا؟ لا. شو؟ ما زبطت معايا، درست إعلام واشتغلت مع قناة المحور في برنامج عملته، من تواصلت معهم من بروكسل لمصر، فما توفقت كثير في مجال الإعلام ونقلت للفاشن في قفطان مغربي. شو بتعملي كفاشينيستا؟ ميك أب، شعر؟ نو، قفطان مغربي. قفطان مغربي. قفطان مغربي. بتعتبري حالك مؤثرة؟ شوي حص يعني شفت نفسي في القفطان أكثر في الإعلام، لأنه جبرت الناس يعني عم تشجعني في القفطان، بس في الإعلام لا، ما في. درست إعلام كتير وتخرجت في بلجيكا واشتغلت. عم تحققي مكاسب من السوشيال ميديا؟ لا طبعا لا. ومين صنفك فاشينيستا؟ حالي. يخرب بيتك. بس يعني عكس لي مين صنفك فاشينيستا؟ حالي يعني يا عنتر، مين عنترك؟ عنترته ما حدا ردني. كايند اوف. ليشان هذه نفس التعريف اللي حكيته جرازيلا. جرازيلا كانت عم تقول الفاشينيستا هي ما عندها هوية. ملك عم تعبر من خلال الفاشن ومن خلال الانستغرام عن هوية القفطان المغربي اللي هو لباس التقليدي المغربي، فعم توصل رسالة معينة أو هوية. نعم ملك، شكرا لحضرتك بالتوفيق. كثير عم نتصن يعني للفاشينيستا، كثير مش عم نتصن بس عم نحكيهم، عم نحكيهم واقع يعني. الاسئله لازم تطرح. تفضل استاذ. مساء الخير. الاعلام التقليدي لا يقل خطرا عن مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي هي من المجتمع، وما اخرج المجتمع ظهر الان من الموبايل. لكن الإعلام التقليدي للأسف قنوات كبيرة قتلت شعوب وساهمت في قتل الشعوب، لكن الإعلام التواصل الاجتماعي لم يصل لهذه المرحلة. وشكرا. شكرا لحضرتك. تفضل. نيشان، في شاب لابس كرافات حمراء صار له من أول الجلسة بده يحكي. الشاب اللي لابس كرافات حمراء احكي. هيا ورا. احكي لو سمحت. دوروا له الميكروفون. Is it possible to turn that on? That one. Change the mic. Thank you. ألو، منار محمد، عضو مجلس الشباب الإعلامي. شكرا للست رابعة. ألف شكر للست رابعة. بس ما تهجم علينا. لا لا أبدا، بالعكس، تحية. جلسة جدا ثرية. نعم. أنا تعليق سريع جدا، ما راح أخذ أبدا من وقتكم. فرق كبير بين الواقعية والمثالية. الكلام اللي عم تقولوه كلام مثالي رائع جدا، بس كواقعية ما راح أحكي عن حالي أبدا. اللي أعطيني نقدك مباشر. بعرف شباب جدا متفوقين متدربين، ولكن أول سؤال بننسأله بالإنترفيوز، كم فولورز عندك على السوشيال ميديا؟
ببرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، ما راح أذكر أسماء، رئيس تحرير أشهر قناة إخبارية، سألوا أحد الشباب سؤال: ليش بدي تابع قناتك ما بدي تابع القناة الأخرى الأكثر شهرة؟ شو بتتخيل أنه جاوب؟ اللي مذيعاتنا أجمل من مذيعاتهم. ألف شكر. بس هيدا كمان جزء من الواقع. شكرا. ما سمعنا. شو كان الجواب؟ مذيعاتنا أجمل من مذيعاتكم، عشان كده بنتابع القنوات. بنتابع قنواتكم أكثر من قنواتكم. أنت جاوبت له على الكلمة دي بمنتهى صراحة لما قلت الشخص الغير مناسب في المكان المناسب. صح. أصحاب قرار ما عندهمش القدرة إن هم يديروا هذا المكان. يعني إذا هو عنده فانتازمات جنسية ما بيقدر كمان يعمل إسقاطات على مجتمع بأكمله. سؤال طرحته الآنسة رشا. رشا، ما حكينا عن التنمر، البولينج، إنك تأذي الآخر بشكل متعمد متكرر. اسمح لي، بما إنه هذه الجلسة هي ضيفتها سيدات، التنمر عم بصيب النساء بشكل مضاعف ومؤذي جدا، وفي عنصرية تجاه المرأة لأنها امرأة. يعني أنا بختلف مع رجل، أنا بختلف مع رجل بأي موضوع فكري سياسي اجتماعي، أول ما بيهجم علي بيهجم علي بالشرف، بالعرض، بالشكل، وهيدا التنمر هو أسوأ أنواع التنمر. هذا موضوع بقترح أنا على منتدى دبي الإعلامي يخصص له جلسة طويلة عريضة لحتى نخفف هذا التمييز وهذا النوع من التنمر ضد السيدات فقط لأنها امرأة. رابعة، شكراً. أنا بدي وجه رسالة هون يعني من خلال المنتدى لكل شخص بيحاول يتنمر على سيدة، على أنثى، على فتاة أو على أي شخص، لو سمحت كتب الكابشن تبعك، كتب تغريدتك، عمول معروف، أول شيء خاطب أمك وأختك وزوجتك وبنتك. إذا بتتحمل أمك وإذا بتتحمل أختك وبنتك وزوجتك هالتغريدة بكل قساوتها، بكل حقارتها، بكل عقمة، ساعتها تفضل وطبقها على سيدات ما بتعرفهم، بتجهلهم، أو تتصل على أقرب مركز طبيب نفسي. في كتير معالجين نفسيين، بطلت القصة عار. It's not a stigma anymore. لو سمحت، أنا طبيب تيراندا شليطة 03-610-199، دقولا وقولولا أنه نشان عطانا الرقم وأول سيشن على حسابي. بس أرجوكم، زاهي ذكر كلمة كتير حلوة، كتير حلوة وكتير بتعبر، موبقات. هيدي هي الكلمة، موبقات، يعني مثل واحد هيك استفرغن ببيتك أخي، مش على منصات الآخرين. كان في الميكرو، تفضل أستاذ. أنت هلكت أنت ومعلق اللي ورا الشاب اللي لابس كرافات حمراء، كيف؟ صار علامة. تفضل تفضل بسرعة، الميكرو قريب. حسن الشافعي من قناة حواس. طبعا برحب بالحضور كلهم. ما ترحب، سؤالك. أوكي ماشي. منتدى الإعلام العربي، إحنا تكلمنا عن الإعلام التقليدي والسوشيال ميديا. نعم. أنا رأيي إن العلاقة مكملة مش العلاقة متضادة، كل حاجة لها إيجابياتها وسلبياتها. دورنا إن إحنا نشوف الإيجابيات في الجنب ده وفي الجنب ده، نجمعهم مع بعض، والموضوع محتاج تنظيم أكتر، لأن نعم. الإعلام التقليدي برضو بتبقى العملية الرؤية محدودة نوعا ما. كل صف في قناة مثلا مش هيعدي 100 او 200، لكن في التواصل الاجتماعي في الافات. فبالتالي انا ممكن احصل على افكار جديدة، على انماط جديدة للاعلام، وحاجات من امور الحياة اللي تهم الناس. ما يبقاش الاعلام في وادي والجماهير في نعم وادي تاني. نعم. شكرا. شبلي ورا 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 ورا، رفع ايده لابس قطرة وعقال. تفضل تفضل، الاسم لو سمحت. السلام عليكم، علي المنصور، يشتغل في جهة حكومية. هلا علي. علي، وافكر من اللي سمعك كله صح. ابشر. حلو، ابشر. علي المنصوري. ايوه ايوه علي. في الحقيقة جميعكم الثلاثة اللي واقفين هنا وجالسين، علي قرب الميكرو، أنتم ناجحون فعلا، لولا ما وصلتوا لهذا المكان. ناجحات عفوا. فعلا نحن عندنا مشكلة. باختصار، الدكتور بعد ما يخلص العملية اللي حما فسخ القفاز يشوف الانستغرام ويتنمر، المهندس للحين ما خلص البناء يشوف الانستغرام ويتنمر. خلوا لكل جهة ولكل عمل له اختصاصه. نحن ليش نتنمر في الناس؟ هذين الناس لهم نجوم. إذا تتكلمون عن السوشيال ميديا والإنستغرام مستحيل يتسكر. الناس هذين هم اللي شايلين السوشيال نعم ميديا. نعم نعم، شكرا علي. حتى المشاهير عندهم أحاسيس وعندهم أهل وعندهم بيت. نعم. وعندهم حساسية مفرطة بأنهم يتلقوا النقد. وفي ناس كتير أنا بعرف من سياسيين لا فنانين لا ممثلين لا إعلاميين بيبكوا
في ناس بينأذوا، في ناس بيضلوا ساعات وساعات طويلة بيفكروا بهالتغريدة أو هالكابشن أو لأنهم they cannot get over it، ما بيقدروا يتخطوا. أعطي الميكروفون حدك علي السيد اللي أيوة، ورح أرجع لك رابعة. تفضلي. بس عندي نقطة، أنا طالبة في كلية الاتصال الجماهيري، أعتقد نفس ما أنه الإعلام التقليدي عنده جمهور انتقائي، حالياً تمسك قنوات التلفزيون أنت تتحكم صح. شو نوع المضمون اللي أنت حاب تشوفه؟ نفس الشيء بالنسبة للمواقع التواصل الاجتماعي، ما حد حاط السيف فوق رقبتك ويلا سوي فولو. فأتوقع إذا كان في حد مو من حقه أنه يكون مضمونه يعني يوصل يعني مجموعة كبيرة من الجماهير نعم. هو بسبب أن الجماهير تفكيرها نازل، مو الغلط منه هو أنه طلع في السوشيال ميديا. في شيء اسمه selective perception selective retention بشكل انتقائي. تفضل. ألو ألو أوكي. الإعلام التقليدي بعد عنده مصداقية أكبر بكثير، يعني حتى ضيوفك اليوم هن قدروا دمجوا السوشيال ميديا مع وظائفهم نعم. يعني كان أفانتاج لإلهم أكثر من الهاوي، أكثر من الفاشينيستا. فاشينيستا عندها ما كان محدد، يعني هي هاوي عم تتسلى بالمجتمع. بس الآن الإعلام التقليدي اليوم يرتكز على الإعلام الفاشل السوشيال ميديا، لأنه في كتير برامج تستضيف فاشني ما بدي أقول فاشل مؤثرين بالسوشيال ميديا وبيحتلوا كراسي على برامج تلفزيونية تقليدية، يعني هنو صاروا جزء. في ناس عم بيتسلوا بالمحتوى اللي عم بيقدموه هن، يعني ضيوفهم لازم يكون عندهم محتوى يقدموا لهم اياه، شخصيتهم كاريزمتهم محبتهم للعالم. اذا عم نحكي عن النجوم، النجوم ما بينطفي، وانما الهاوي على الانستغرام او ما اخره سينطفي، ما في امل. نعم تفضل استاذ رابع، رح ارجع لك لو سمحت. ما يهمك، خلينا نسمع. تفضل اسم. مرحبا، طبعا امجد طه معك الرئيس الاقليمي. شو الاسم الصغير؟ امجد طه. امجد تفضل. امجد الرئيس الاقليمي للمركز البريطاني لدراسات وابحاث الشرق الاوسط. أعتقد الفاشينيستا أن بالفترة الأخيرة على أقل تقدير لا هنالك أنظمة تستغل الفاشينيستا. نرى النظام القطري في الفترة الأخيرة استغل الفاشينيستا لدعم نظامه أو دعم إرهابه وغيره. إذن هنالك من يستخدم أو يستغل الفاشينيستا. أعتقد إذا استغل الفاشينيستا لدعم الإرهاب، لا للدعم أو للدعاية لنظام يدعم الإرهاب، وليس بالضرورة النظام القطري تحديدا. هنا نتحدث هذا ما حصل، استغل بعض الفاشينيستاز للدعاية إلى زيارة أماكن نظام قطر. وإذا علينا إذن أن نصنع فاشينيستا ذو محتوى مناسب وفكر، وتحدث هنا أحد البنات الإماراتيات الحين اللي قامت وتكلمت، هذا النموذج نستطيع أن ما في كليات اليوم تخرج فاشينيستاز، ما في كليات وجامعات. أنت بأي كلية الفاشينيستاز؟ شو اختصاصك؟ يعني ما في، كيف بدك يخرجوا فاشينيستاز؟ نصنع محتوى ولا يوجد، مستحيل. نحن هنا في أرض بنت وشيدت الوطن والسلاح والرجال، وشيدت كل هذه المؤسسات فوق الرمال. هنا بدأت ثورة الرمال، ثورة الفكرية للشيخ زايد. أمجد بس أنا عندي هم واقع أكثر، كيف بدي أعلم تلك الفتاة أو ذاك الشاب أنه يلقط تليفونه يطلع يقول أنه Hello guys, hi everyone, I am in Malta and welcome to this restaurant, beautiful pasta. هذا كيف بدي أعلمه محتوى؟ هم الوحيد انه يعمل هيك وهيك رمال يطلع لجوم القروصة. تبدأ لما عمره يكون اربع سنوات، لما يبدأ اربع سنوات خمس سنوات. اذا علينا وضعه في المناهج الدراسية، تعليمهم هذه العلوم العصرية. هيدا حل المناهج الدراسية. تفضلي. شكرا امجد. انه استعمال واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغباء او بذكاء لا ينطبق ولا ينحصر فقط بالفاشينيستا او بالاعلاميه او بالفنانة. يعني اذا كانت اعلاميه او فنانة لازم تستخدمها بذكاء. في فنانات اساءوا لكل تاريخهم ولكل الهالي بسبب الاستخدام السيء. أحسنت. والعكس صحيح، في فاشينيستات اليوم انا عم تابع بلبنان وبالعالم العربي حكيوا عن امراض سرطان، قدروا تجاوزوا مشاكل نفسيه. حكيت في صبيه بعرفها عندها مرض الصلع، طلعت وحكيت عنه، شالت الإكستنشن وقالت هيدي أنا اسمعوني وشوفوني. هيدي بالنسبة لإلي أنا كأعلامية تعلمت منها أنه أكون حقيقية وشيل الماسك وأتعامل مع مشاكلي بشكل حقيقي. نحن بنلبس كفوف وماسك وبنطلع لعند العالم صح. اللي أمنته وسائل التواصل الاجتماعي هو الحقيقة، هو أنه نشيل الماسكات ونكون أكثر واقعيين وقربا للناس. نعم نورة.
هذا اللي بالبداية كنا نتكلم عنه، أن في مؤثر اجتماعي على السوشيال ميديا عنده قضية، عنده هدف، عنده رسالة. مش كلهم فاشينيستات. يمكن إحنا خذانا الحوار إحنا عن الإعلام والتأثير الاجتماعي، رحنا بعيد على الفاشينيستا وصلنا لبنحطها جامعة وكلية. أنا مع أنه ممكن يكون في يعني ووركشوبس، حالنا حال الناس اللي برا، اللي برا عندهم تخصصات كثيرة، مش شرط يكون يا جماعة على الجامعة، ممكن تكون دورات أوفيشال الرسمية كيف يستخدمون المهارات الخاصة في التصوير. نشوف إحنا على اليوتيوب موجود كمان، اليوتيوب سوشيال ميديا. نعم. نشوف اللي بيعلمون ويدربون كيف تصورين، كيف يعني حتى لو آيتمز أو تطوير غيرها. المهارات، تطوير لاستخدام هالتطبيقات بشكل سليم، وممكن يعني ياخذون معاهم عصف ذهني، شنو ممكن يطلعون، يكونون كرياتيف اكثر. ممكن يصدرون امور خاصه في بلدهم، خاصه في الامور الانسانيه، يصير في ارشاد لهم اكثر. نعم. هبه، يمكن احنا في نهايه الجلسه مش كده يا نيشان؟ نعم. وانا عاوز اقول ان هو شريان الحياه لكل وسائل الاعلام او التواصل الاجتماعي في العالم كله حتى الان هو الكلمه. الكلمه نور وبعض الكلمات قبور. لو ده بقى في عقله وفي ذهن كل إنسان بيتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام أياً كانت كنيته أو مهنته، وحط في دماغه أن الكلمة هي أهم سلاح، الكلمة عنوان الجنة، فأكيد هنبقى موفرين على نفسنا مصايب وحاجات كتيرة قوي إحنا في غنى عنها. شكراً لحضوركم. أولاً بحب أشكر منتدى الإعلام العربي بدبي على دعوتنا باسمكم. صحيح. كمان لنكون لنشارك بهذه الجلسة. تبقى كلمة نجومية، كلمة نجومية من كلمة نجم. إذا الإنسان بياخد نجمة من السماء وبيشرحها بيلاقيها مليانة غازات سوداء سامة. النجم بحقيقته فيه غازات سوداء سامة. إذا بدك تكون نجم بعد عن مفهوم النجومية، النجومية ما بتدوم إلا بقانون واحد: اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ 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 حتى تمل منك القراءة. نحن عم نحضر لناس، لأجيال جديدة، الكل بيحب يكون ليدر، قائد. ليدرشيب از ليدرشيب. القراءة تصنع قاضي بالعالم، قاضي يعول عليهم، قاضي يحترمون، قاضي العالم العربي بحاجة لأدمغتهم حتى يبقى يستمر ويتطور. مشكورين، نلاقيكم بعد شوي بتوزيع الجوائز بمنتدى الإعلام العربي. أهلا بكم. شكرا. شكرا نيشان.